وما زلنا مع السودان، حيث ارتفعت أعداد ضحايا الفيضانات والسيول في السودان إلى 134 قتيلا، معظمهم في ولاية شمال كورتيفان. ووفق إحصاء حكومي فقد أصيب 120 شخصا وانهار ما يقرب من 55 ألف منزل بشكل كلي، فضلا عن انهيار 70 ألف منزل جزئيا. هذا وتعيش الآلاف أو يعيش الآلاف آلاف الأسر السودانية من سكان القرى والمدن في ولاية النيل الأبيض أوضاعا إنسانية صعبة، وتشردت جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت معظم مناطق وسط وشمال وشرق البلاد. وكانت السلطات السودانية قررت تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى أكتوبر المقبل بسبب موجة السيول التي تجتاح البلاد. مشاهدينا الكرام، أوضاع إنسانية صعبة ما زال يعيشها أهالي منطقة الرميلة التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان جراء موجة الأمطار والفيضانات التي ضربت الولاية. زميلنا محمد عمر ذهب إلى هناك ورصد جانبا من مأساة الضحايا وأوضاع معيشتهم، فلنتابع. هذا هو الحال هنا بمنطقة الرميلة التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، حيث سيول جائرة اجتاحت كل شيء في هذه المنطقة، هدمت نحو 500 منزل وشردت آلاف الأسر في هذه المنطقة، وكذلك قضت على آلاف الهكتارات الزراعية. نتعرف على معاناة المواطنين هنا والمتضررين. ما الذي حدث لكم بالضبط؟ نحن في هذه المنطقة لقد تضررنا، يعني تضرر كبير جدا بنسبة 100%. يعني كما ترون الآن أن هذه المنازل انهارت تماما بنسبة 100% على ساكنيها، والآن المواطنين يعني فقدوا المأوى وفقدوا المكان الذي يعني يمكن أن يعيشوا فيه وكذا. ولم تشهد هذه المنطقة هذه السيول يعني منذ يعني عشرات السنين. على الجهات الحكومية وزائد منظمات المجتمع المدني إن يعني تنظر إلى هذه المنطقة وتقف مع المواطنين في هذه المعاناة. يعني الآن الناس يفترشون الماء ويلتحفون السماء. نحن والله القرية دي من ما يتغطى من 48 حتى الآن، والله نفس الغرق ده أمنه البرد حصل لنا نفس الغرق ده، ما لقينا أي عارم من محل. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان مراسلنا محمد عمر. محمد، جزيل الشكر لك على هذا المجهود وهذا النقل، وأنقل لك الهواء حتى تعطينا مساحة أكبر أو تفاصيل أكثر عن الذي تتعرض له ولاية النيل الأبيض في جنوبي السودان جراء الأمطار والسيول. تفضل محمد. نعم أحمد، تحياتي لك ولجميع الزملاء في الدوحة، وهذا هو واجبنا أن نكون صوت من لا صوت له. إذن أحمد، أوضاع مأساوية وواقع مرير يعيشه السكان هنا بعدد من المناطق بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، حيث غمرت مياه السيول والأمطار والفيضانات آلاف المنازل، هدمتها من انهيار جزئي إلى انهيار كامل. أبرز المناطق وأكثرها ضررا هي منطقة الرميلة التي استطعنا الوصول لها حقيقة بصعوبة، وكذلك تقطعت بهؤلاء السكان السبل. شاهدنا أوضاعا بالغة التعقيد في ظل انعدام كل شيء، الغذاء والدواء والمأوى وكذلك الكساء. لم يبقى لهؤلاء السكان سكان هذه المنطقة سوى مدرسة وحيدة لا تتسع لثلاث أسر، باتت تحمل مئات الأسر وسط أوضاع بالغة التعقيد، لا وجود كذلك للناموسيات، غياب كبير للجهات المسؤولة، قاله لنا وذكره لنا المتضررون في هذه المنطقة. قضينا حوالي 12 ساعة ونحن نذهب ونأتي لهذه المنطقة المتضررة، ويعني أوضاع حقيقة بالغة التعقيد، انتشار للذباب والباعوض وكذلك انتشار للحشرات السامة والحيوانات المفترسة. أنا لن أطيل، مزيد من التفاصيل معي أحد المتضررين من هذه المنطقة، من منطقة الرميلة تحديدا، وهو العم يعقوب محمد. أهلا وسهلا بك، وحدثنا عن الضرر الذي حدث لكم إزاء ما تصفونها بالكارثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن هو له. الإخوة في الجزيرة جزاكم الله ألف خير. نحن في قرية الرميلة، قمرتنا المياه من كل مناطق، وهذه الحالة سيئة جدا جدا. نحن في الرميلة، البيوت كلها اتهدمت وجزء منها هدمت، وكل ما نملكونا في الماء، ولا نملك أي شيء ولا أي حاجة ما عندنا. نحن الآن ما علينا إلا الذباب والباعوض والحشرات وأي شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن صابرين ومنتظرين بإذن الله سبحانه وتعالى الفرج من الله سبحانه وتعالى. حوجة الناس ومعاناتهم الآن، والله الناس محتاجين الخيام والدواء والكساء وكل شيء محتاجين. يعني الناس الآن ما عندهم أي حاجة، الناس ما عندهم أي حاجة والله، منتظرين الناس على أساس إنه يلقوا حاجة يأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويتكسوا، ما عندهم أي حاجة. الطرق مقطعة كذلك، يعني إذا كان هناك مرضى أو أطفال تريدون نقلهم من مكان لآخر ماذا تفعلون؟ الطريق لا حدث ولا حرج. الآن الطريق إذا أنت عايز تقطع بالبحر، يعني تمشي بالتراكتر وتمشي بالبوت وتمشي وتمشي أكثر من 7 ساعات. نحن يعني قبل يومين عندنا وأولاد 2 تعبوا، ما قدرنا نوصل أي مكان حتى ما يتوفوا، و2 منهم أجهضا، ومحل ذاته ندفنوا في المقابر ما في إلا دفناهم في البيوت، ما في أي حاجة. الوطن كلها موية، الموية ذاته من الصلب إلى فوق، ما في حاجة ذاته محل ناشف على أساس إنه الناس يقعدوا فيها، ما في أصلا، كلها مياه وذباب وأمراض وحاجات كثيرة جدا جدا. هل وصلتكم أي من المعينات أو أي من الجهات المسؤولة؟ والله العظيم لا جانا مسؤول ولا جانا معتمد ولا جانا والي ولا جانا ضابط إداري، ما في أي زول جانا، ما في أي زول جانا. يعني إحنا أول زول يجينا أنتم ناس قناة الجزيرة، والله لولا أنتم ما في زول جانا أصلا، وأنتم ذات عانيتوا معاناة شديد جدا جدا، شفتوا الحالة على الناس كلها. ونحن والله نشكر هذه القناة، قناة الخير والبركة، قناة الإنسانية والرحمة، كونوا يعني تصلون في أقصى الجنوب، تأتوا يعني أكثر من 7 ساعات وتخشوا في الموية والبود يقطع البنزين ويطلعوكم بالحبال تصلون. نحن والله نشكركم. أخيرا رسالة أخيرة لمن توجه؟ رسالة أوجه لكل المنظمات والحكومة في الولاية والمحلية يعينونا. نحن الآن محتاجين يعني مشمعات، محتاجين خيم، محتاجين دواء، محتاجين كساء، محتاجين كل شيء. نحن دارين يعني في عجالة، يعني الليلة قبل بكرة الناس يصلونا، الناس تعبانين جدا جدا، ويجي يشوفوا الحال براهم عشان يشوفوا الحال، الناس تعبانين كيف. الناس في المدارس، مدرسة واحدة الناس كلها في المدارس، البيوت كلها اتهدمت، البيوت كلها موية، حتى الموجود انت ما تقدر تخش يعني إلا تطلع في السرير فوق، ما في أي محل ناشف عشان انت تقعد فيه. ده نحن بنرسل الرسالة ده للمنظمات يعينونا سريع يا جماعة. نحن والله تعبانين تعب شديد جدا جدا، أصلونا في أسرع وقت. أيضا الولاية يا جماعة ما تتفرج، ده المواطنينك، تعال شوفهم، ربنا سبحانه وتعالى ولك على منه، على الأمة، على الأمة، تعال شوف الناس ده عايشين كيف. ما تركب عربيتك وتقعد تنتظر يا عمر الخليفة، تعال حصلنا شوفنا الحاصل شنو، حصلونا، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبكم أمام الله والله. تمام، نعم، شكرا جزيلا. أحمد، هذا هو الوضع بمنطقة الرميلة، حالها كحال عشرات المناطق هنا بولاية النيل الأبيض، منطقة الدبكراية أيضا رصدنا فيها عدد من القرى التي غمرتها المياه بالكامل، ما يربو على 14 قرية في هذه المناطق، وكذلك منطقة المعارضة وغيرها من المناطق التي بحسب السكان لم يصلهم أحد سوى كاميرا الجزيرة مباشر. وكنا
أول وسيلة تصل لهم. كذلك هذا الحال في عدد من محليات الولاية كمحلية المقينص ومحلية تندلتي، هناك كثير من القرى. تقول طبعا السلطات الحكومية هنا أن أكثر من 17,000 منزل دمر من دمار جزئي إلى دمار كلي، وتقول كذلك أن أكثر من 19,000 أسرة تضررت ضررا كاملا إزاء السيول والأمطار والفيضانات التي ضربت الولاية، وتصف ما حدث بالكارثة وتقول إنها أكبر من إمكاناتها، وتناشد كذلك المنظمات الطوعية والحكومة المركزية بضرورة التدخل السريع وكذلك الوقوف مع المتضررين إزاء ما تصفها بالكارثة. عودة لك أحمد وللزملاء في الدوحة. شكرا جزيلا لك زميلي محمد عمر، جزيل الشكر على هذا الجهد، ونتمنى من الله عز وجل أن يصل يعني هذا الاستعطاف إذا صح التعبير من قبل من كنت تستضيفه إلى السلطات المسؤولة في السودان أو السلطات المعنية. شكرا جزيلا لك ولضيفك. مشاهدينا الكرام، المسيرة مستمرة، وبعد قليل السلطات المصرية تطلق سراح زميل أحمد النجدي الصحفي بالجزيرة مباشر بعد نحو عامين من اعتقاله من دون محاكمة.